تتبعي قناة بغيت داري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غتشوفوا معايا واحد المنزل، واحد دار شوكية مطروحة للبيع، وغنطرقوا لجميع التفاصيل ديالها. وكنتمنوا تركزوا معايا في هذا الفيديو، لحقاش هو فيديو مهم، بزاف ديال الناس يقلبوا على ديور حرين، وهذه من أصعب المنازل اللي لقيت. يعني صعب أنك توجد منزل بهاد الميزات اللي غادي نشوفوا إن شاء الله اليوم. الاخوان الكرام، بالنسبه لهاد المنزل الحر اللي غادي نشوفوه، اول حاجه كما قلنا شوكي، عنده جوج ديال الواجهات وعنده جوج ديال البيبان، يعني باب كيدخلك للسفلي وباب كيطلعك للبرومي ليطاج مع الكارسونيه مع السطح. اذا عندها جوج ديال الواجهات. بالنسبه للارض فيها 100 متر، ومي كنطلعوا لافاس اللي فيه حيت خارج عندنا البالكو كتولي 115، زائد انها هاد جوج هاد لافاس اللي عندها بجوجهم مشمشين، يعني عندك فاس كيشوف الكازا وفاس كيشوف البحر، يعني راه بجوج شميشه، راه بجوج ديال الواجهات. والحي هو هذا الحي ترونكيل، الحمد لله. حي هاد الحي هذا، الناس اللي غيسولوني مثلا على الحي اولا المدينه، هذه مدينه القنيطره، وهذا حي الاليونس، هذا الشطر الاول، هذا هو الشطر الاول من حي اليونس. وبقاو معايا باش نتابعوها من الداخل صراحه. اما الطريقه باش غادي نصوروا هذا الفيديو، يعني غادي نبداو باش تعرفوني منين غنبداو بالبروميير ليطاج. البروميير ليطاج كتلاحظوا بان عندها جوج ديال البيبان، راه باب كيدخلك للسفلي، والكراج راه مستقل بوحديتو. الاملاك اللي فيها كلها متترين، يعني كل شيء اللي غنشوفوه راه متتر وجاهز للتسليم. غادي نبداو بالبروميير ليطاج وغنرجعوا نشوفوا السفلي، وغنطلعوا نشوفوا الكارسونيه والسطح. هذا لافاس الثاني اللي قلت لكم كيشوف البحر، ولافاس اللي ملي راه كيشوف الكودرون، كيشوف الكودرون، وعنده اتجاه ديال كازا، بمعنى الشمس نهار كامل. دار زوينه مفينيه مزيان، وان شاء الله بغيتكم تشوفوها معايا بعنايه. إذن على بركة الله، هذا هو المدخل ديال هذا المدخل ديال الدار بالنسبة للبروميال مع السطح. وغادي نرجعو نصورو السفلي. المدخل كي اول ما كتدخل من الباب راه كاينه واحد طواليت هي في الدخله المدخل، وعاد تنطلعوا من الدروج وكنطلعوا نشوفوا البروميير ليطاج. اذا البروميير ليطاج هو هذا، وغادي نشوفوا جميع المكونات ديالو. كتدخل مباشره في جوج ديال الغرف، واحد الغرفه فيها الغرفه فيها حمام، فيها حمام بحال قلنا غرفة سويت، فيها حمام وبلاكار وبالكون. اذا كيف ما كتشوفوا الاخوه الكرام، ملي كندخلوا على اليمين ديالنا عندنا جوج ديال الصالات، عندنا جوج ديال الصالونات اولا صالون سيجور سميوه كيف ما بغيتو. مول هاد الدار هادي تيقول بالنسبه للثمن، بالنسبه للثمن ديالها تيقول 130 مليون وقابله للتفاوض. كنذكر بان المتراج ديالها هو 100 متر في الارض، وهنا في البروميير ليطاج كتولي 115 حيت كيخرجوا لي بالكون. دونك هنا الامور واضحه، الصالون اولا جو الصالات اولا صالون سيجور.
صالون جوج صالات زائد هذا الوسط دار نقدروا حتى هو نسميوه سيجور. نقدروا نقولوا جوج صالات سيجور نقدروا نسميوه هذا سيجور. عندنا سيجور كتدخل كتوجد امام ديالك هذا الفاسك وهذا المرآة هذا مجرد ما كتطلع للبرومي ايطاج وكتوجد هذا الحمام. الصورة من هنايا بشكل أوسع. هادو الدرج اللي كيطلعونا للكارسونية، ولكن غادي نرجعو نشوفو السفلي وعاد نطلعو نشوفو الكارسونية والسطح. هذا راه الشطر الأول ديال أليونس. عندنا كما قلنا جوج ديال الغرف، كاينة غرفة سويت كبيرة وكاينة هذه الغرفة الثانية. نذكر بان المنزل راه تيدري وجاهز للتسليم، امور كلها مقاده، امور كلها بشكل قانوني. بالنسبه الى لاحظتوا هذاك التقشير اللي كاين في الحيط، هذاك غير كوبي بان ديال الورق، ورق الحائطي اللي كان راه تقشر، يعني خاصو يتعاود. اما بالنسبه للحيط حتى هو راه فيه بابي بان، لكن هذا ما تقشرش. بابي بان اللي كيضفي واحد الجماليه على الغرف اللي ممكن ديرو في اي زاويه من الزوايا ديال هاد الدار. دونك هذه غرفه سالناها. هذا المدخل الثاني ديال البيت، الغرفة الكبيرة اللي قلت لكم سويت حيت فيها حمام، وبحال قلنا دريسينغ، نقدر نقولوا هذا دريسينغ أو لا هنا فين داير هو الباسك، شبه دريسينغ، ولكن هو راه داير فيه غير باسك ومرآة، وعندك حمام كبير. هذي بالنسبة للغرفة، كاين حمام كبير، وعندك بالكو. كاين لانستالاسيو ديال لاكليم، كاين تريات في سميتو في البيوت، وعندك هنايا البالكو. البالكو اللي كيطل للشارع. تعرفوا بان راه ما يمكنش نذكروا جميع المعلومات، ولا بد ما غنساو شي حاجه. داكشي علاش راه رقم الهاتف كنوضعوه اسفل الفيديو، اي ملاحظه او معلومه ما ذكرناهاش غتفيدكم، ما عليكم الا الاتصال وحنا غادي نزودكم بالمعلومات اللي ممكن تفيدكم، سواء في البيع او في شي حاجه في المنزل او في شي بالنسبه للوريقات او في المسائل القانونيه. مرحبا بكم، حنا هنا جينا الا باش نخدموكم وباش نوصل لكم المعلومه كما هي. واش اللي كنصوروه حقيقي، واش اللي كنصوروه متوفر للبيع، وماشي كنطلعوا المشاهده او لا كنستعملوا هذه القناه من اجل التمويه او بالنسبه عندنا شي هدف اخر. الهدف هو الغايه هو اننا نوصل لكم نقربوا لكم المعلومه. والناس اللي مهتمين باغيين يشوفوا شي ابارطمون ولا شي دار، حنا غير كنقربوا لكم الفكره باش الانسان بلا ما يمحن راسو ديجا كيكون شايف اشنو باغي. كان مهتم بشي حاجه راه كيجي، ما كانش مهتم راه صافي، راه كنسهلوا غير الماموريه على الناس. اذا كنظن باننا انتهينا من البروميير ايطاج وشفتوا جميع التفاصيل ديالها، والان غادي ننزلوا غندخلوا للسفليه اللي قلنا الباب ديالها منفصل على الباب اللي كيطلع على البروميير ايطاج، وعاد من بعد غنجيو نشوفوا الكارسونيه والسطح. والان الاخوه الكرام جينا نشوفوا السفليه،
ما تنساوش بان الدار مزوده بالكاميرات من اتجاهين بجوج. بسم الله. بالنسبه للسفليه كنلقاو فيها بيت واحد، بيت كبير، كوزينه كبيره وحمام وصالون. هذه الغرفة الأولى، الغرفة الأولى اللي عندها دوفاس، جوج نوافذ، هذه المطبخ، هذا المطبخ، واللي بغى يدير شي موديفيكاسيون بالنسبة للدار، يعني بطبيعة الحال خاصو واحد شوية الإصلاح، حنا ماجيش نقولو الدار راها، حيت الدار ديجا مسكونة. يعني الانسان الى لقى ما يدير شويه ديال التعديل غتكون مزيان. غير هي الدار راه مشمشه، والاساسي هو انها دار يعني في واحد الموقع زوين، ودار اللي صالحه لشي استثمار، الناس اللي باغيين يديروا شي استثمار، ولا صالحه الناس العائلات الكبار. والثمن ديالها ثمن كيف ما قلت لكم 130 مليون وقابله للتفاوض. اذا بالنسبه للسفلي راه قلت لكم بيت كبير، كوزينه كبيره، وعندك هاد السيجور. سيجور او وصالة. صالون سيجور، صالة وصفص مع سيجور وحمام، حمام كبير وعنده لاجين للخارج، عفوا عنده شرجم للخارج، عنده شرجم نافذة من اجل التهوية. ني دونك دابا فين وصلنا؟ شفنا السفليه، شفنا البرومي ليطاج، الكراج راه معزول، حنا قلنا الكراج معزول على الدار، وداخل في الدار هي معزول، زعما ميمكنش من السفليه تدخل للكراج. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا غنشوفو الكارسونيه وغنشوفو السطح، ونديرو نظره ايضا للسطح على الحي. وهنا يا خوتي بعد ما شفنا البروميير ايطاج والسفلي، هذه هي الكارسونيه، الكارسونيه والسطح. يعني تنقول قبيله ذكرت واحد النقطه، قلت راه كلشي متيتري، يعني حتى الكارسونيه راه تيتري، اي حاجه شفناها تيتري. الكارسونيه كيف ما كتلاحظوها هي واضحه باينه، صالون وزائد مطبخ زائد حمام، حمام راه من ورايا، انا غادي تشوفوه من بعد ما ننتقل اتجاه المعاكس. كاين عده نوافذ، نوافذ اللي كيشوفوا هنايا كاين السطح، هذا المنزل راه من تقريبا واحد المده ما نقدروش نقولوا طويله بزاف، مي شويه داكشي باش تلقوا شويه الدنيا راه يلا حطوا شويه ديال قضيه شويه مرونه راه عادي. اذا هذا هو المطبخ، وعندك هنا حمام، حمام واحد لافابو، ولا بد نهار كما تقول الصافي يدخل السطح، لا غندخل له ضروري غنشوفو حتى السطح ونشوفو حتى الحي كاع من الفوق، باش غندير لكم واحد الخلاصة على المنزل كامل. هانتوما الإخوان الكرام، ها السطيح ديالها، السطح، السطح راه واخد واحد المساحة كبيرة، يعني الكارسونية راه ماشي كبيرة بزاف، حيت السباس ديال السطح هو اللي واخد الجزء الكبير. ثلاثة ديال الشراجم،
يا الكارسونية عندها 3 ديال الشراجم، كيشوفوا السطح. هذا الحي الخوت من الفوق، لاحظتوا الحي شحال ترونكيل. هذا لافاس الثاني، مرافق راه كلشي قريب ليكم هنايا. بالنسبه للمرافق، مرافق يعني المهمه، راه كلشي قريب. والدار راه عندها تيتر واحد، ولاي شخص مهتم راه نخلي له رقم الهاتف يمكن اللي يتواصل معنا. وشكرا بزاف على المتابعه، وما تنساوش الاشتراك باش دائما توصلوا الى كاين شي جديد ان شاء الله مستقبلا، والى اللقاء.